أشار تحقيق صحفي إلى قيام منظمة إنسانية سورية بالشراكة مع جمعية تدعى تحالف الأديان، قيامها بإدخال مساعدات إنسانية وطبية وإقامة مستشفيات بالتعاون مع إسرائيل. في إعلام الرأي والرأي الآخر قناع آخر. وطلبت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار الجهات المعنية بالتدخل للضغط على إسرائيل لفتح المعابر. فهنا حلال علي وهنا حرام على غيري. أثار ما قامت به منظمة ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي الرافضين أي تبرير للتطبيع مع إسرائيل. مسمى إسرائيل واحد، في الأولى مطلب إنساني ومناشدات لأهالي غزة المحاصرين. هل هناك أي محاولات لحل أزمة إدخال الوقود إلى غزة؟ وفي الثانية مجرد عمالة وتطبيع وخيانة وحماية لحدود إسرائيل من أهالي سوريا المحاصرين أيضا. هل نحن أمام تطبيع من قبل مؤسسة أورينت مع إسرائيل الآن؟ أيها السوريون، موتوا جوعا وحصارا وقصفا وذبحا، وسنعزف لكم ألحانا وتقارير حزينة. يفتك الجوع بهؤلاء إذن، شبه أجساد تذوي من الجوع في حصار مشهود. لكن إن فكرتم بالحياة والأمل والصمود وكسر الحصار فلكم منا أشد حملات التشويه، فلستم في حقيقة قضيتكم ومعاناتكم أكثر من مادة إعلامية تميل إذا مالت الريح. أن الوجه الإنساني ما هو إلا وسيلة تسوقها مؤسسات إعلامية لتجميل وجه الاحتلال الإسرائيلي. تتهم الأورينت بالتطبيع والخيانة لصالح إسرائيل، أما ذنبها فتواصلها مع منظمات إنسانية عالمية للدخول كوسيط ونقل معدات طبية وإنسانية لبناء مشفيين في محافظة القنيطرة جنوب سوريا. نحن بالنسبة لنا كأطباء بهمنا أن مساعداتنا الطبية والإنسانية تدخل للمريض السوري والجريح السوري اللي موجود ضمن الأراضي السورية، أن دخلت عن طريق إسرائيل ولا عن طريق دول الجوار ولا عن أي طريق إن كان. الهدف كما تؤكد أورينت الإنسانية هو مساعدة المدنيين في محافظتي درعا والقنيطرة المحاصرتين من قبل ميليشيا النظام وإيران بمعدات ومساعدات عينية سورية، فيرفع الحرج عن المصابين من الوقوف أياما على حدود دول مجاورة للسماح بدخولهم للعلاج أو الموت نزفا كما حدث لمئات أو آلاف الحالات. المفارقة أن المبعوث القطري محمد العمادي يقول لوكالة أسيوشيتد بريس أن دولته أرسلت مؤخرا 9 ملايين دولار لمساعدة غزة، ويضيف قائلا: عندما تريد القيام بعمل في غزة يجب أن تمر عبر الإسرائيليين، وبدونهم لن يحدث أي شيء. لكن في سوريا ولأنهم سوريون تتعدد طرق قتل الأطفال والنساء والرجال، فمن غاز الكلور إلى الصواريخ إلى الغارات الجوية وعلى مرأى من العالم. بحس حالي الحادثة هلا صايرة. أما المعتقلون فقصة أخرى، وكما يقال من سمع ليس كمن رأى. وفيما يغيب إعلام الرأي الآخر الحجم الكارثي الحقيقي لمعاناة عشرات آلاف المعتقلين والمعتقلات، تحول قضايا المعتقلين في سجون الاحتلال بحالاتهم الفردية إلى قضايا رغم الفارق الشاسع بين المثالين. مؤسسة أورينت هل كانت جزء من هذا الترويج بعد بداية الثورة؟ لم يعد السوري مستهدفا في بلده فقط، وإنما في بلدان الجوار، فمنهم من مات بردا أو نزفا وحتى قتلا على الحدود. ويأتي إعلام الرأي الآخر ليقول للسوري إنها طريق بديل لإيصال المساعدات. وفيما تتواصل الحملة على السوري في كل ما سبق، تشن الحملات أخيرا لاستهدافه حتى بكلمته.